طبعا اخوتي انا شخص اقتصادي واحكم بالارقام. في ثلاث اشياء حصلت شدت انتباهنا اكثر لمصر. اولها توسعة القناة اللي نفذ في وقته. ثانيا طبعا اعلان عن جسر الملك سلمان. انا كنت اتوقع يعني انا في الشحن ان هذا الجسر ما بيكون له دور لانه بيكون يمكن للركاب وهناك شحن موجود. وبعدين اعلان المملكة العربية السعودية عن انشاء مدينة نيوم عبر البحر الاحمر امام مصر. هذا مشروع بيستثمر فيه 500 مليار دولار. والمستثمرين حضروا، والامير محمد بن سلمان هو اللي قدم العرض، اللي حضر رأى بنفسه استثمار من سوفت بانك حول 180 مليار وغيرها. اذا كان هناك اي انسان يريد يحلل اعتقد كل هالمشاريع مترابطه. ما عملوا جسر الملك سلمان الا يفكروا في نيوم، وما صارت توسعه الا الرئيس يستبق الاحداث. فاعتقد يا اخوه هناك بيكون نمو، واتكلم المستثمرين هائل في مصر. النمو نحن نتكلم في دبي، دبي اليوم نحن من بداية 2000 إلى 2017 استثمرنا يمكن 300 مليار دولار على هالفترة. أنت تتكلم اليوم على 500 مليار في أفضل موقع. أنا دبي لا يوجد لي موقع جيد، أنا أبعد 150 ساعة من معبر باب المندب. إذا أي باخرة تروح لدبي هي تبحر 75 وترجع 75، انت في مصر على مرمى حجر. فاذا الاستثمار الهائل بيعمل شيء نسميه في الاقتصاد التاثير المضاعف، وبتكون فرص استثماريه. ولذلك انا اقول لكل المستثمرين اليوم انها اللي ستفوته الفرصه لن تتكرر، لن يتكرر مشروع ب 500 مليار دولار. اليوم فخامة الرئيس فاضيلكم وفاضيلنا، وقاعد يشتغل ليل نهار يطور إمكانيات تشجع الاستثمار. اللي يحدث يا أخوة ليس عبث بل خطة اقتصادية محكمة وتنفذ. وأهم استثمار في المملكة ما عملوه في الخليج، عمل أمام مصر. فإذا هناك فرصة كبيرة، معناها كثير من العمالة بتعبر وبتمر عن طريق جسر الملك سلمان الى المشروع. ايضا المشاريع الذكيه بتكون هناك. الان بدايه طبعا اهني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مؤتمر الشباب. هذا مؤتمر مهم جدا، لان اليوم الشباب لهم دور كبير في التنميه. انا بدات في شغلي عمري 26 سنه، كنت نشيط. اليوم عمري 62، مش نفس النشاط. فالشباب عندهم فرصة ذهبية اليوم أن يساهموا وأن يحصلوا فرص. اليوم يا أخوة تغير العالم. في شغل المواني كان الشخص القوي يكسب أكثر لأن يقدر يشيل أكثر. اليوم انتهى هذا. اليوم عصر العقل وعصر الفكر. اليوم لو تنظر لشركة أبل، شو شركة أبل؟ هي فكرة تمتلك هذه الشركة وتحصل إيراد يفوق إيراد دول كبيرة. ليش؟ هي فكرة. فإذا واليوم أيام ما كنا ندرس كمبيوتر أنتوا في نعمة، نحن كنا ندرس بانشين كارد وغيره وغيره، يعلمونا البرنامجة. اليوم في كلمة تقول يوزر فريندلي، كل شيء يوزر فريندلي اليوم، وكل واحد يقدر يعمل ثروة بس أن يدخل ويستخدم الكمبيوتر، مش السوشيال ميديا، يستخدمه لفائدة الشخصية وستستفيد. فرص هائلة. اليوم صار العالم المصنع اليوم يريد أن يصل للمستهلك ولا يريد وسيط. اليوم أكبر مركز لتبادل النفط وتجارة النفط في سنغافورة. ليش؟ ليش ما يكون في السويس؟ ليش ما يكون في مصر؟ بالتأكيد هذا الشيء بيكون.
نحن عندنا ميناء روتردام. ميناء روتردام تتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي. شو الذكاء الاصطناعي؟ أن الأشياء الروتينية اللي يقوم بها الإنسان صارت تقوم بها الآلة. الآلة صارت تتعلم اليوم الشيء الروتيني تقوم به وتتعلم منه كيف نستخدمها. فبالتالي عندنا ميناء روتردام اليوم، وعندنا ميناء في الصين تسمى مواني الأشباح لأنه ما فيها بشر أبدا. طيب وين البشر؟ الميناء يعمل ذاتيا، لأنه اليوم أنا أتكلم عن الشباب وأتكلم على الثروة البشرية في مصر. 100 مليون، أكبر ثروة في مصر مش نفط ولا غاز، هي عقول الشباب، عقول الناس، لأن اليوم هذه العقول هي الثروة اللي لا تنضب، وهي اللي ستصل لمصر لأعلى المستويات. في روتردام اليوم مش موجودين بشر. طيب شو يشتغلوا؟ نحن نستخدم عقول البشر، يعني معناها الأشخاص اللي يعملوا في ميناء روتردام هم يتصلوا بالمصانع ويسوقوا ميناء روتردام. استخدم الميناء، أنا بحل مشكلتك في التكلفة، أنا بجد لك وسيلة. يعني اليوم حتى عملنا في المواني تغير. اليوم تقليديا دخل الميناء هو من وصول الباخرة إلى الرصيف إلى خروج البضاعة من البوابة. هذه المسافة أنا عندي دخل، قبل لا توصل الباخرة ما عندي دخل، بعد ما تطلع البضاعة من البوابة ما عندي دخل. أنا الآن مضطر، لأن العالم صار يشتغل بطريقة أخرى، مضطر أغير استراتيجيتي. أنا اليوم عملي يبدأ من خروج البضاعة من المصنع إلى وصولها إلى المستهلك. ضروري لو أنا في ميناء اليوم السخنة والزبون حصل خدمات سيئة داخل البلد في التخزين ولا في الشحن، بيقول ممكن استخدم ميناء غير السخنة بالرغم أنا مالي ذنب. فأنا أعمل عشان أحل مشاكل أصحاب البضائع بحيث تصل بضاعتهم بأرخص الأسعار. فإذا اليوم نحن سعيدين وفخورين بالدعوة اللي استلمناها من فخامة الرئيس وبدعم لنا في أن نأسس شركة تنمية رئيسية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ومواني دبي، بحيث أن نطور هذه. وأنا أكد لكم نحن يا معالي الفريق تكلمنا على 75 كيلو قبل لا يعلو عن يوم. اليوم تتكلم على مساحة كبيرة وفي فرص استثمارية يا أخوتي بتتوفر بشكل خيالي، ولازم الواحد يفتح عقله ويركز، لأن هالفرصة لن تتكرر. في محيط أقل من 50 كيلومتر بتستثمر 500 مليار دولار، وبالتالي هالمنطقة أنا أعتقد ستتسارع فيها وتيرة النمو. وأنا وعدت أمام فخامة الرئيس أن يكون عندنا يمكن 10 شركات تؤسس بعد ما نبدأ. نحن نبدأ من اليوم، بعد التوقيع بنعمل دراسات الجدوى أو الدو ديليجنس، مش لأننا مش متأكدين، لأن نريد نقيس جدية اهتمام الشركات وفي أي شيء هم مهتمين، عشان نركز شو اللي نوسعه في البداية. في أول 3 شهور من العام القادم سنبدأ ببناء بعض المجمعات الصناعية اللي ستستوعب المستثمرين، لأن يجوز إنسان يحتاج بسرعة يبتدي. أنا بدأت أسوق من أول ما اجتمعنا مع فخامة الرئيس، وفي كثير من المستثمرين يريدوا. طبعا خلال الفترة هذه أيضا بنعمل مع القناة ومع طبعا وزارة الاستثمار ومع الطاقم الإداري النشيط عند فخامة الرئيس، أن ماذا سنعرض على الناس، لأن أنا لن أعرض ما يصلح دبي. ما يصلح دبي يمكن يصلح دبي، مصر عندها خاصيتها. شو تريد مصر؟ أي شيء مصر تريد تعرضه كجوانب جذب نحن سنعرضها. هذا سيتبلور بالتشاور مع الحكومة المصرية بعد أن تقرر الحكومة شو المميزات التي تعملها. ولذلك المميزات في جبل علي لن تكون هي المميزات التي نحن ننظر لها، يمكن أكثر يمكن أقل، يعتمد على الاقتصاد المصري ويعتمد على نية الحكومة شو تريد تعمل.
لن نتسبب في خسارة الخزينة، لن نقترح أن نعفو ضرائب وبكرة الحكومة تنظر، لا، نحن نستمع، نحن منفذين وأنتم المشرعين، أنتم مثل ما يقولك أنتم فصلوا ونحن سنلبس. وفي النهاية أنا متأكد أول ما نقوم بالعرض هذه المنطقة بتكون فيها جاذبية خيالية. نحن اليوم عندنا خبرات تراكمية، أنا اليوم في جبل علي عندي منطقة جبل علي 90% مشغولة وأبحث عن منطقة، كل الشركات توسعت في أعمالها، وعندنا الآن منطقة في السنغال، عندنا في الهند، عندنا في الصين، عندنا يمكن في أمريكا الشمالية في منطقة أيضا نعمل نوع من التخزين، فنحن جاهزين. وإن شاء الله أعتقد أن هذه المنطقة بتكون فرصة كبيرة، حتى نحن بعد إعلان نيوم أنا بدأت أغير استراتيجية الاستثمارية وأقول والله لا أنا ممكن أستثمر في هذه المنطقة، هذه المنطقة صارت مهمة على بركة الله. وأعتقد أعذرونا عندنا فيلم يمكن دقيقتين بنعرضه، تفضل. قناة السويس ستتعاون كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركة موانئ دبي العالمية لتطوير منطقة العين السخنة، مما سيساهم في تحويل المنطقة الاقتصادية لتصبح مقصدا وليس معبرا للتجارة العالمية، وتحقيق هدف أن تكون مصر ضرورة وليس اختيارا للاستثمار الدولي، إمعانا من الدولة المصرية في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. فقد قامت بإصدار قانون الاستثمار الجديد عام 2017 ولائحته التنفيذية، والذي يحفز المناخ الاستثماري بجمهورية مصر العربية وبصفة خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في عام 2015 تم وضع رؤية اقتصادية لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تم إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 27 والقرار الجمهوري رقم 330 لعام 2015. تم وضع منطقة العين السخنة كموقع ذو أولوية ضمن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تملك منطقة العين السخنة شبكة طرق وسكك حديدية متميزة وفعالة تربطها مع القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة السويس، وتقع على مسافة قريبة من ميناء العين السخنة العالمي. وتهيئ الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناخا ملائما للأعمال التجارية، بالإضافة إلى تطوير نموذج مستدام من خلال ضمان التمويل طويل الأمد والحكومة الفعالة والبنية التحتية الحديثة. وقد نفذت موانئ دبي العالمية عددا كبيرا من المناطق الصناعية الناجحة التي تضم أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، وتشمل هذه المناطق المنطقة الحرة لميناء جبل علي والمجمع الصناعي واللوجستي بلندن. الاستثمار طويل المدى لموانئ دبي العالمية يهدف لإنشاء مدن مستدامة من خلال الإدارة الدقيقة للموارد الطبيعية والتقليل من تأثيرها على البيئة، فهي تستثمر في العامل البشري وتشجع التنمية البشرية. يهدف التعاون بين الهيئة وموانئ دبي إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية لتنمية وتطوير وإدارة وتشغيل منطقة السخنة العالمية. تتمتع منطقة السخنة العالمية برؤية واضحة لإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة ومرنة. يغطي المشروع مساحة 95 كيلومتر مربع وسيخلق بيئة عمل وسكن وترفيه للجميع. ويستهدف المشروع خلق أكثر من 400,000 فرصة عمل متنوعة بالأنشطة اللوجستية والتجارية وأنشطة تصنيع ذات الصفة الابتكارية. وسوف تكون منطقة السخنة العالمية مركزا تعليميا، حيث سيتم توفير التدريب للشباب، وستكون المدينة مثالا يحتذى به في التنمية المستدامة، حيث كفاءة النقل الداخلي ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة ومزارع الطاقة الشمسية. وستصبح المنطقة الاقتصادية الخاصة مركزا صناعيا ولوجستيا رئيسيا لتسهيل الأعمال بالميناء والمنطقة الصناعية، وستشمل مستودعات سابقة الميناء ووحدات صناعية خفيفة ومتناهية الصناعة وسكن العمال وصل أطعام لمنتجات المستثمرين. وستشمل المرافق في المنطقة الحرة مجمع خدمات متكامل يعمل بنظام الشباك الواحد وبوابات ذكية ومحطة لنقل وشحن البضائع تتوفر جميعها على منصة تكنولوجية ذكية موحدة ومتكاملة. وبفضل روابط قوية مع الميناء ومنطقة الحرة ستكون لمدينة العين السخنة السكنية بيئة ذكية ومرنة.
سوف يشمل تطوير مجمعات سكنية حديثة تتضمن فيها مساكن مدرجة وسكن بأسعار معقولة. ستوفر منطقة السكن العالمية بوابة للتجارة والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما سيخلق مدينة مستدامة للأجيال القادمة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومواقع تبين الرؤية إلى واقع المستقبل الآن. طبعا نحن كنا نتكلم على 400 فرصة عمل في مصر. انا بس بعطيكم مقارنة، دبي عدد سكانها 4 مليون شخص، المنطقة الحرة في جبال وفرت 500 فرصة عمل. المنطقة الحرة تساهم ب 20% من الناتج القومي في دبي. هل شخص يريد يقنعني ان منطقة حرة في مصر او صناعية في مصر في عدد 100 مليون بتوفر 400 الف فرصة؟ اعتقد الرقم هذا قليل في اعتقادي انا. الله يوفق. شكرا جزيلا لمعالي السيد سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية على هذا العرض القيم. والآن مع عرض شركة تنمية بورسعيد سام كريت، ويقدمه السيد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، فليتفضل. سيادة رئيس الوزراء، السيد المحافظ، السادة الوزراء، سيادة الفريق، مساء الخير. أنا بمثل شركة شرق بورسعيد للتنمية. شرق بورسعيد الحقيقة مشروع له مستقبل في تنمية الصناعة وزيادة القيمة المضافة الصناعية لمصر في منطقة المتوسط. التنمية بتاعته صعبة لظروفه، إنما المستقبل بتاعه مهم جدا للصناعة في مصر. شرق بورسعيد موجودة في منتصف يعني منطقة التجارة العالمية. احنا رؤيتنا اننا ننشئ منطقة صناعية بمعايير عالمية عشان توصل بين المصنعين والأسواق في جنوب شرق آسيا وأوروبا وعلى مسارات التجارة العالمية. على مسارات التجارة العالمية موقع مصر موقع بالنسبة للتجارة مهم، موقع شرق بورسعيد موقع شديد الأهمية بالنسبة لمنطقة قناة السويس. الخريطة دي بتوري انه بالنسبة لأوروبا منطقة جنوب المتوسط منطقة مهمة علشان الدول الأوروبية تقدر انها تخفض تكلفتها الصناعية نتيجة انها حصل عليها منافسة شديدة من جنوب شرق آسيا، وفي المقابل المصنعين في جنوب شرق آسيا مهتمين انهم يقدروا يدخلوا الأسواق بتاعة اتفاقيات التجارة مع مصر في أوروبا في الكوميسا وفي المستقبل في الميركسور. فالمنطقة مهمة بالنسبة للمصنعين في كلتا المنطقتين علشان يقدروا انهم يزودوا منافستهم او قدرتهم التنافسية وقدرتهم على انهم يدخلوا أسواق إضافية. شركة شرق بورسعيد شركة مساهمة مصرية وطنية 100%، المساهمين فيها هم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، شركة حسن علام القبضة المعروفة بشركة أمناء علام، هي ثاني أكبر شركة قطاع خاص في مجال الإنشاءات في مصر. سام كريت شركة هندسية عمرها 55 سنة بتشتغل في مجالات التطوير والتنمية والمقاولات والمنتجات الصناعية في صناعة مواد البناء، وهي المؤسس الرئيسي في شركة مجموعة التنمية الصناعية. شركة مجموعة التنمية الصناعية اتأسست سنة 2007 ضمن خمس شركات دعتهم وزارة التجارة والصناعة عشان ينشئوا ما سمي وقتها بالجيل الجديد من المناطق الصناعية. الخمس شركات الحقيقة غيروا شكل المناطق الصناعية في مصر، إنما شركة مجموعة التنمية الصناعية تميزت بأنها بالرغم من أن التنمية دي معظمها تم في سنين ثورة، إلا أنه أكثر من نص المستثمرين الأجانب اللي دخلوا في المناطق الصناعية دي جم عند مجموعة التنمية الصناعية.
ده نموذج من المصانع اللي موجودة، الكثير منهم استثمار أجنبي مباشر أول مرة يخرج بره بلاده الأصلية. احنا الحقيقة بنشيل عبء الخدمات عن المستثمر الصناعي، بنعمل له كل إجراءاته وبنساعده في أنه هو يركز على أنه يعمل الحاجة اللي هو بيعرف يعملها، العمليات الصناعية اللي تمكنه من أنه يبقى منافس في أسواقنا. كمان عندنا في 6 أكتوبر 48 وحدة صناعية من الصناعات الصغيرة، هدفهم أنه المستثمر الشاب يجي يأجر وحدة صناعية، ما يستثمرش في عقار، كل استثماراته يحطها في معدات أو في رأس مال عامل، وبالتالي نقدر أننا نشجع المستثمرين الصناعيين اللي بيبتدئوا على أنهم يبقى عندهم استثمار صناعي. الحاجة الثانية اللي عملتها مجموعة التنمية الصناعية هي أكاديمية ناس. أكاديمية ناس شيء مهم بالنسبة لتغيير طبيعة التدريب المهني في مصر. احنا دربنا في الخمس سنين اللي فاتوا 5000 متدرب بالمشاركة مع سيمنز في مجال إدارة المصانع، بالمشاركة مع شنايدر في الكهرباء، وبالمشاركة مع ستيب، وستيب هي شريك فولكس فاجن العالمية للتدريب في مجال الأوتوموتيف، والدكتورة احنا اشتغلنا معها برضو في رفع كفاءة بعض مراكز في يعني مراكز تابعة للوزارة. مهمة شركة شرق بورسعيد للتنمية هي تطوير منطقة صناعية بمعايير أوروبية في شكل سريع جدا، تقديم فرص عمل مستدامة للأيدي العاملة المصرية، ومهم جدا أن المصريين يشعروا من ناحية توفير فرص عمل، من ناحية توفير عملة أجنبية نتيجة عمليات التصدير اللي بتتم، ومن ناحية توفير منتج قابل للتصدير للأسواق الأوروبية ومتاح للمستهلك المصري أنه يستعمله على مستوى عالمي. احنا بنتوقع ان نوفر 400,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة الصناعية، و1200 مصنع خلال فترة التنمية. ده في الجزء الشمالي المخرج بتاع قناة السويس، ودي التفريعة اللي بتؤدي الى ميناء شرق بورسعيد، المحاط بالخط الذهبي ده هم 45 مليون متر، هي كامل المنطقة الصناعية اللي موجودة في شرق بورسعيد، والمظلل باللون الذهبي في اعلى المنطقة هم 16 مليون متر اللي مكلفة بهم شركة شرق بورسعيد للتنمية. ده بلو اب للمخطط العام عملته لنا دار الهندسة. المحاط بالخط الاحمر في النص ده هي المرحلة الاولى 4 مليون متر اللي احنا ابتدينا بالفعل في اننا نشتغل في اعمال التصميم بتاعتهم، والمفروض اننا قبل اخر السنة نستلم اول مرحلة من هيئة تنمية قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة عشان نبتدي نطور المرحلة الاولى من الارض. احنا وعدنا اننا نخلص التنمية دي في مدة 10 سنوات، البداية شكلها كده، بعد سنتين، بعد 4 سنين، بعد 6 سنين، وبعد 8 سنين، وبعد 10 سنين المفروض نكون خلصنا كامل التنمية وعندنا نسبة إشغال تزيد عن 85% من المصانع. على أرض المشروع حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتقوم بعملية تثبيت الأرض، لأنه الأرض دي موجودة فيما يسمى سهل الطينة، وهي أرض روبة محتاجة أنها تتجهز قبل ما نبتدي نشتغل فيها، فالمصارف الرأسية دي بتدقها شركات متخصصة، وبعدين بيتحط حمل عليها عشان المية تطلع من الأرض، وبالتالي تصبح عندها قدرة على أنها تستوعب أحمال المنشآت اللي عليها، بالرغم من أن احنا ما استلمناش إلا أن احنا جينا في منطقة مركزية من المشروع، وابتدينا بشكل أسرع نجهز وحدات صناعية كنموذج، وأننا نعمل منطقة مركزية. ده شكل وحدتين صناعيتين احنا عملناهم على سبيل المثال. داخل هذه الوحدات الصناعية عندنا خطة أننا ننشئ ما يسمى بشركات الإيواء. شركات الإيواء هي شركات احنا عايزين نعملها علشان المستثمر الأجنبي ما يستناش أنه هو يكتسب ثقة في السوق المصرية، يقدر أنه يجي على شركة احنا مؤسسينها يأجر المكان، احنا بنعين له العمالة على شركة الإيواء، كل اللي بيعمله أنه هو بيبعت الماكينات اللي هو عايز يصنع بيها، بيبعت عمالة الإشراف، بيبعت الخامة، وبياخد مننا المنتج النهائي. بشكل تدريجي بيكتسب ثقة في السوق، إذا حب بعد كده أنه ينقل العمالة ليه أو أنه يشتري المقر بتاعه، احنا بنتيح ده للمستثمر. الثلاث مباني دول اوريدي موجودين
في شرق بورسعيد، وهم في نواة المنطقة المركزية بتاعة المنطقة. ده شكل المنطقة المركزية في النهاية. المبنى الصغير اللي في النص ده هو مبنى قاعة مؤتمرات والمقر الإداري للشركة. المبنى اللي على يمينه هو مبنى إداري بنوفر فيه وحدات إدارية للمستثمر الصناعي لغاية ما ينشئ المصنع بتاعه، وفي الخلف منه المرحلة الأولى لأكاديمية ناس عشان نقدر إن احنا ندرب الأهل بتوع منطقة بورسعيد في إنهم يبقوا مجهزين عشان يبقوا عمالة مدربة للشركات اللي هتيجي تستثمر. مبنى على الشمال في النص ده برضو مبنى تجاري عشان يبقى فيه خدمات تجارية في بداية المشروع. والمبنيين اللي على الجناب دول مبنى إداري أكبر وفندق هنعملهم في المرحلة الثانية من المشروع. ده الداخل بتاع منطقة المؤتمرات، وده الداخل بتاع المنطقة التجارية. احنا ابتدينا نسوق في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد من بدء ما اخذنا التكليف واسسنا الشركة في بدايات سنة 2016. رحنا في بعض رحلات رئاسية عشان نعرف بأن شرق بورسعيد ديستينيشن هتبقى موجودة على خريطة جنوب المتوسط في المستقبل القريب. رحنا مع وزارة الاستثمار عشان نوري في دبي أنه المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد منطقة هتيجي خلال الشهور اللي جاية. رحنا مع هيئة تنمية قناة السويس مؤخرا في سبتمبر اللي فات، معرض فرانكفورت الدولي للسيارات. ومعرض فرانكفورت هو أكبر معرض سيارات ومكونات سيارات في العالم، بيتعمل كل سنتين. ظهرنا فيه وعلى هامش ومضينا 5 اتفاقيات مع شركات بافارية علشان تبتدي تيجي تستثمر في المنطقة الصناعية. هعرض بعد إذنكم لحضراتكم فيلم جهزناه علشان احنا دعينا الجي اي زد انه يجي يعمل في شهر مارس اللي جاي مؤتمر المطورين الصناعيين المستدام اللي اتعمل اخر مرة في المغرب والمرة اللي قبلها في تركيا. هم وافقوا انه المؤتمر ده يتعمل في مصر وان احد جلساته يتعمل في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد في شهر مارس الجاي. الفيلم ده فيلم ترويجي عن مصر كمقصد سياحي استثماري صناعي. المصانع اللي هتبان فيه دي كلها متصورة في 6 اكتوبر في المنطقة الصناعية بتاعت مجموعة التنمية الصناعية. We'll be right back.
الآخر الحقيقة أنا محتاج أتوجه بشكر جزيل لسيادة رئيس الجمهورية على رعايته وثقته في المستثمرين المصريين في شركات التشييد المصرية اللي إداها ثقة شديدة جدا في أنها تبني خطته الطموحة لبناء الدولة المصرية، وبالتأكيد في المطورين المصريين اللي إن شاء الله يطوروا الدولة المصرية. شكرا. شكرا للسيد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة. والحقيقة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان أحرص الناس على حضور هذه الجلسة، ولكن لظروف طارئة حالت يعني دون حضوره حتى الآن، فأنا أنقل لحضراتكم تحياته بسبب عدم تمكنه من الحضور، وكان حريص. والتحية من سيادة الرئيس للسادة المستثمرين وأعضاء الحكومة والسادة الحضور جميعا. الآن أدعو السيد محمد قاسم عبد الحي لتقديم عرض مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي. السيد محمد قاسم هو عضو مجلس الإدارة لهذه الشركة الرائدة، فليتفضل. مساء الخير السيد رئيس الوزراء، السيد المحافظ البنك المركزي، الفريق مهمميش، السادة الوزراء والحضور الكريم. ليا الشرف النهاردة أن أنا أكون قدام حضراتكم أعرض عليكم المشروع اللي تقدمنا به لهيئة تنمية قناة السويس. ما هوش في حجم دبي وورلد، لكن هو بيقدم مدخل جديد للتنمية متمثل في تحالف بين مجموعة من الشركات المصرية اللي لها باع طويل وفي التنمية الصناعية والتنمية العقارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. هذا التحالف الحقيقة كان فكرة جات لنا أنه أساسها العمل الجماعي، أنه مش شركة واحدة هي اللي بتتقدم، لكن مجموعة من الشركات وبتقدم بتحط تحت التصرف هذا المشروع خبرات عريقة، وإحنا بنؤمن بأن 1+1 مش 2 لكن 11. عشان كده إحنا عملنا هذا التحالف وتقدمنا به لهيئة التنمية الصناعية. بيقود هذا التحالف شركة بولاريس، والمدخل اللي حضراتكم شفتوه ده هو شركة بولاريس. بولاريس كانت أول شركة حصلت على عقد تطوير في ما يسمى بال الجيل الجديد من المطورين اللي أشار إليها صديقي كريم. وكان الحقيقة الفكرة في هذا الوقت أنه نعمل حاضنات انكيوبيترز للمستثمرين، ما نجيبهمش ونحطهم في مدن مفتوحة زي العاشر أو السادس من أكتوبر أو برج العرب، لكن لا يبقوا في منطقة تقدم لهم خدمات وتبقى متواصلة معهم بشكل مستمر. ومن هنا جت فكرة بولاريس وتم تأسيسها 2007. وفي الفترة اللي فاتت قدرت شركة بولاريس تطور حوالي 3.1 مليون متر مربع، وحصلت على جوائز عالمية لما هنيجي في الشرح ممكن نكمل فيه. شركة سياك هي أيضا شركة لها باع طويل في التنمية الصناعية، وفي محفظتها حوالي 11 مليون متر مربع في مواقع مختلفة داخل الجمهورية، ولها أيضا باع في تطوير المراكز الإدارية زي ما حضراتكم شايفين على الصور. الشريك الثالث هو شركة أردك، وشركة مطور عقاري، وقام حتى الآن بتطوير 5 تجمعات، منهم 3 في التجمع الخامس، وتجمع في الشروق، ومول تجاري في منطقة الهرم. ده الموقع الحالي لشركة بولاريس، وده الديزاين العام بتاع الموقع في 6 أكتوبر أول 1 مليون متر، وده الديزاين العام بتاع الموقع الثاني وهو 1.1 مليون متر مربع. ودول مجموعة من المستثمرين حضراتكم هتلاحظوا فيهم أسماء عالمية زي بروكتر أند جامبل وزي شلومبورجيه
وكوكاكولا، وفيهم ايضا اسماء كبيره من مصر زي منصور وزي إتيدا، واحنا بنفخر بكل مستثمر موجود في المنطقه عندنا، وعندنا حوالي 52 شركه كلها بتعمل وبتنتج وبتصدر وبتوظف.